صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع مستمعين اليوم الصبح، أول يوم في هذا الأسبوع الجميل، هالأسبوع اللي بيكون إن شاء الله مليء وحافل بإنجازات وتفاؤل وخير بإذن الله. معاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال، وحاب أصبح عليكم وعلى المستمعين مرة أخرى وعلى إماراتنا أغلى وطن، وأهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم اللي داعي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. حاب أذكركم بأرقام التواصل، أرقام التواصل على 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا، وطبعا بيكون عندنا اليوم مواضيع تهم الجميع إن شاء الله بإذن الله، ومواضيع شيقة جدا. أعزائي المستمعين، بنبتدي اليوم بخبرنا المحلي أو الخبر العالمي عن الغذاء وعن الحمض الفوليك. يمكن نحن سمعنا بالكثير عن حمض الفوليك، ويمكن في أهميته أكثر مع الحمل، فخلنا نشوف الخبر اليوم يتكلم عن شو بالضبط، عن المصادر الغذائية لحمض الفوليك عند الحمل. شدد المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر على أهمية حمض الفوليك عند الرغبة في الحمل وأثناء الثلث الأول منه، لتجنب التشوهات الخلقية لدى الأطفال الناجمة عن نقص الحمض في جسم الأم، مثل العمود الفقري المفتوح والفك المشقوق والحنك المشقوق. وأوضح المعهد الألماني أن الجرعة اليومية من حمض الفوليك المناسبة للحمل نحو 400 مايكروغرام وفق توصيات الجمعية الألمانية للتغذية. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بحمض الفوليك في الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكولي والكرنب، وكذلك الطماطم والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والبطاطس والكبد والبيض والبرتقال وأيضا التوت. طبعا نحن حابين ننوه أن الغذاء طبعا مهم في كل المراحل العمرية، وخاصة في فترة الحمل أيضا مهم، بما نفس ما خبرنا هذا الخبر اليوم ومن المعهد الاتحادي الألماني بأهمية حمض الفوليك. بتكون إن شاء الله معانا فقرة أخرى اليوم، وبنتناقش في فقرة تغذوية من بعد الفاصل، بس الآن يسعدني طبعا أن نستضيف الأستاذة أسمى الجناحي، رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة في دبي، لتخبرنا أكثر إن شاء الله عن المستجدات اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أستاذتنا أسمى. صبحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. ناخذ تقريبا جولة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. طبعا نحن من يوم الجمعة بدينا أو بدأت مشاركتنا في شهر الإماراتي للابتكار تحت شعار الإمارات تبتكر، وموجودين في منطقة إكسبو اليوم لين يوم الأربعاء. خلال قنوات التواصل الاجتماعي شاركنا المتابعين بمجموعة من الابتكارات المهمة في القطاع الصحي، من ضمنها تقنيات مبنية على دعم ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج الطبيعي، أيضا النظام الجديد في التعليم أو التدريب الطبي، وأيضا من ضمنها أيضا تطبيق الذي يتم ويمكن يساعد على تشخيص ومعرفة درجة الاكتئاب عند المريض.
طبعا نحن بنتحدث عن هذا يمكن بعد الفاصل بشوي بأدق أكثر، صح أستاذتنا أسماء؟ صحيح. ومن ضمن الأشياء نحن ممكن نتكلم عن مشاركتنا أو إطلاق مسابقة هاكاثون مستقبل الصحة، ويقدرون يشاركون من خلال الدخول إلى رابط تقديم أفكارهم. الهاكاثون بدأ من تاريخ 11 وينتهي آخر يوم تسليم الأفكار تاريخ 25 فبراير. الرابط موجود في قناة التواصل الاجتماعي ويمكن يدخلون عليه ويضغطون عليه ويقدمون أفكارهم المقترحة. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. استاذتنا اسماء نورتينا، وطبعا احنا بعد بنذكر الجميع ان في رابط موجود في قنوات التواصل الاجتماعي، وحابين نسمع جميع افكاركم وابداعاتكم الخلاقه من ناحيه الهاكاثون والابداعات الصحيه. اذا انتم حابين يعني طبعا تشوفون الصحه تتطور، شو اللي بيخلي المريض او اي حد لمستخدم رعايه صحيه يكون في راحه وصحه وسعاده، فتواصلوا معنا على الروابط اللي موجوده في وسائل التواصل الاجتماعي، وقدموا أفكاركم وآراءكم. طبعا إحنا بما أن نحن نتكلم أكثر أيضا عن الأسبوع للابتكار والأسبوع أسبوع الابتكار وأسبوع الذي بيكون مليء في عالم الابتكارات، أتمنى من الجميع يتواصلون معنا سواء كان على 600551414، وأيضا على أرقام التواصل على الرسائل النصية 4006. من بعد الفاصل بنتكلم أكثر عن نوع من هذه الأنواع الابتكارات إن شاء الله بإذن الله. خليكم معانا، ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة أخرى ومرة أخرى في برنامجكم المميز، برنامجكم الصحي، برنامجكم اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي، برنامجكم الإذاعي برنامج صحة وسعادة. ونحن اليوم حابين نسمع أكثر منكم ومن تواصلكم ومن تفاعلكم على الأرقام التالية 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. بننتقل اليوم لشيء جميل، شيء مبدع. خلنا نتحدث أكثر عن التطبيقات اللي موجودة. ففي تستعرض هيئة الصحة بدبي في مشاركتها بفعاليات الإمارات تبتكر 2022 في مقرها في إكسبو، في مقرها في إكسبو 2020 أحدث التطبيقات والحلول الذكية اللي تساعد الأفراد على الكشف الأولي لأعراض الاكتئاب لا سمح الله التي يعانون منها. وعشان يحدثنا أكثر في هذا الموضوع حابين نستضيف دكتورة عايشة البسطي، استشاري والمدير الطبي لمركز المطار الصحي. دكتورتنا صباح الخير. صباح النور دكتورة سارة. دكتورتنا عايشة البسطي، دكتورتنا خبرينا اليوم كيف ممكن، أول شيء خبرينا كيف صباحك اليوم؟ الحمد لله صباح جميل، وأتمنى على الجميع صباحهم يكون جميل أيضا إن شاء الله. إن شاء الله جميعا
دكتورتنا بنتكلم عن الابتكار، بنتكلم عن أحدث التطبيقات اللي موجودة وممكن تكون في سهولة الجميع. دكتورتنا لو تكلمينا شوية عن هذا الابتكار أو عن هذا التطبيق، وبشكل عام شو بيقدمه أو يوفر هذا التطبيق؟ بداية أشكركم على الاستضافة. وبالنسبة للتطبيق اللي هو المايند سباير، هو تطبيق تفاعلي. طبعا المايند سباير يركز على الصحة النفسية كعموما، بس التركيز الأكثر عندنا في المايند سباير على مرض الاكتئاب. نحن عارفين كأطباء مرض الاكتئاب يمكن ما يطلع لي شيء خارجي في الشخص، بالأحرى يعني أكثر شيء الشخص يمكن يحس بمشاعر مثل ضيقة، وما بأي ضيقة هي هذه نعتبرها أن الشخص عنده اكتئاب. في شروط معينة، ونحن في الطب يعني من ناحية معينة في تشخيص هذا المرض نعتمد على سكيجول معين، أو مثل ما نقولها أشياء معينة عشان نشخص الشخص إذا كان عنده اكتئاب أو لا. وطبعا نحن عارفين معظم الأشخاص ما يعني مثل صعوبة بيأخذونها كصعوبة، أو أنهم ما بيتواصلون حتى مع أطبائهم في شرح هذه المشاعر اللي يحسونها. المايند سباير الجهاز اللي هي بيكون كتطبيق ويعتمد على الذكاء الاصطناعي، كذلك يعتمد على شيئين اللي هو الكلمات اللي يوجهها الشخص لنفسه في يومه، يعني وهو يتكلم ويشرح شو الشعور اللي يحسبه. والنقطة الثانية يركز على تون الصوت، يعني نبرة الصوت كيف تكون. يعني كلنا نعرف نبرة الصوت يوم يقول واحد يكون حزين كيف تكون، يوم يقول واحد يكون مستانس كيف يكون، حتى الاكتئاب يكون نبرة صوتهم تكون معينة. فالمايند سباير يحسب هذه الـ من ناحية يسجل الشخص صوته في حدود نص دقيقة، يشرح الأشياء اللي يحسها مع نبرة الصوت، يقيس كم الشخص عنده. فرضا إذا عندك اكتئاب كتشخيص مبكر للاكتئاب، أو ما عندك اكتئاب، وكذلك إذا عندك اكتئاب شو هي درجة الاكتئاب. نحن عارفين كأطباء الاكتئاب في درجات، مو بدرجة واحدة بس من الصفر، في درجة اللي هي الدرجة الخفيفة، الدرجة المتوسطة، والدرجة اللي تكون شديدة. وطبعا كل نوع من هذه الأنواع لها علاجها المختلف. جميل جدا دكتورتنا. فيعني هي الاستخدام حتى مش طبعا لما متعودين عليه، يمكن يكون في سيرفي معين والمريض او المستخدم ممكن بس يحط كم من مداخله من عنده، وعقب يطلع له تقرير معين او خلينا نقول نتيجه. بس في هذا التطبيق شفنا ان حتى نبره الصوت نفس نبره صوتك اليوم دكتوره، ما شاء الله متفائله جدا. من نبرة الصوت ممكن أيضا يعزز نتيجة التقييم نفسه للأعراض، ممكن تكون أعراض اكتئاب حادة وإلى آخره. ونفس ما قلتي دكتورتنا، يمكن المرضى ما يكونون، أو أي حد بشكل عام، ما يحب يفضفض أو يحب يخبر مشاعره بشكل عام، فالتطبيق يمكن يكون أسهل له. وطبعا دكتورة سارة، يعني مثل ما نعرف كنا الصحة النفسية من أهم الأشياء اللي يمكن اهتم الشخص. كذلك يمكن في ناس كثيرة ما تهتم فيها أو تضغط على نفسها من ناحيتها، بس سبحان الله يوم نش الصبح ونكون يعني صحتنا النفسية مستانسين فرحانين، تحسين حتى أنت أو أي شخص ثاني يحس أنه قاعد ينجز في يومه نعم. كان في إنجاز، لكن يوم نش حتى لو في أي وقت مزاجه تغير، أو هو حس أنه تغير مزاجه، أو كان حزين أو تعبان أو مضايج، بيلاحظ أن يومه كله ما يحس فيه الإنتاجية اللي يحسها وهو مستانس وفرحان. فهذا بالنسبة ليوم واحد. فما بقى بالأشخاص اللي عندهم هذا الشيء فترات طويلة، يمكن شهور أو سنين، وتزيد الحال يوم بعد يوم، وهو مرات يكون حتى ما منتبه لنفسه بهالشيء. نعم دكتورتنا. دكتورتنا لو نرجع شوي للتطبيق، كيف يمكن استخدام التطبيق، وشو الفئة اللي أنتوا تستهدفونها بشكل عام من خلال هذا التطبيق؟ بالنسبة للتطبيق إن شاء الله بيكون تطبيق مثل الابليكيشنز اللي هو التطبيق التفاعلي، اللي الشخص يقدر يسجل صوته. يعني الشخص يكون الحين في الفترة الحالية
التطبيق باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله الحين ناويين نسويه باللغة العربية ولغات أخرى كذلك، أساس تكون أكبر فئة تقدر يعني تستخدمه. بالنسبة للتطبيق يفضل يعني الأشخاص اللي يقدرون يوصفون مشاعرهم صحيحة، يعني تكون يعني حتى لجهة من ناحية الأعمار البالغين، أساس يوصف الشيء بطريقة صحيحة، وكذلك نبرة الصوت تكون يعني واضحة أكثر بالنسبة للجهاز. جميل جدا، يعني حتى لو كان الطفل ممكن يعبر عن شعوره طبعا ممكن يستخدم التطبيق. في الوقت الحالي نحن مركزين على البالغين أكثر، يعني من ناحية الأعمار اللي هي تكون من 18 وما فوق. نعم دكتور، إن شاء الله يعني نركز أكثر وأكثر عليه يعني في الفترات الجاية في تطوير الأشياء اللي حتى محتاجينها أن نطورها أكثر في الجهاز. نعم بس يعني لو مثلا خلنا نشوف الأشياء، هل هي تطبيق معقد للبالغين؟ خلنا شوية ندخل في التعقيدات اللي ممكن يواجهها أي حد، أو مثلا مثلا حد يستفسر هل هو سري خصوصي. طبعا في هذه الأوقات سريات وخصوصيات البيانات ممكن تكون من أهم الأشياء اللي يتداولها العالم. صحيح، وهذا جدا، وخاصة للأشخاص اللي يبغون يعرفون صح من ناحية صحتهم النفسية. طبعا أي شخص يعني يحس بهالأشياء سرية وما يبغى يعرفها لأي شخص، يمكن مرات حتى الأشخاص القريبين له. النظام يعتمد على معلومات تكون سرية، يعني الشخص ما بيحط اسمه، الشخص بيحط الجنس سواء ذكر أو أنثى، وبيحط من ناحية العمر، يعني هالشيئين الأساسيين اللي نحن معتمدين عليهم من ناحية الجهاز. أساس الشخص حتى وهو جالس يطبق أو هو جالس يسوي الريكوردينج أو التسجيل ويجلس، يعني بحيث أنه يكون صادق مع نفسه، لأنك أنت في النهاية تبقي نتيجة صحيحة، ما تبقي نتيجة لا أساس أنا أثبت أن أنا ما عندي هالشيء. الواحد ما بيستخدم هذا الجهاز إلا هو من داخل هو حابب يعرف بطريقة صحيحة أن أنا عندي صح هذا الشيء أو ما عندي فرضا هذا الشيء. ما بأي حزن أنا أعتبره اكتئاب، ما بأي زعل أنا أعتبره اكتئاب، لا، يعني في فترات تكون معينة أساس أعتبره هذا الشيء اكتئاب. فالشخص بيحتاج الشيئين. ثاني شيء من ناحية يسجل الصوت، يذكر شو صار له في يومه، بعدين يعني هو مبين كامل أنه فرضا بداية تسجيل الصوت، بعد تسجيل الصوت، بعد ما أسجل الصوت أضغط على اللي هي التفسير أو الأنالايز أو التحليل، فبيحلل لي الصوت. خلال تحليل الصوت يأخذ في حدود 25 ثانية، في هذه 25 ثانية حتى التطبيق نفسه في مثل ألوان تطلع، رسومات تطلع فيها مثل أشياء مثل ما نقولها إيحاءات إيجابية، وفي أشياء شوية تكون تجذب الأشخاص من ألوانها، من الأشكال، من طريقة الكاريكاتير اللي مرسومة فيها. نعرف أي شخص قاعد يتريى بيكون يعني يأنه متضيج، يأنه قاعد على أعصابه، شوف تطلع النتيجة. فهاي الأشياء حتى ركزنا عليها أن خلال انتظاره للنتيجة يشوف أشياء ثانية تلهيه خلال هاي الفترة. نعم، يمكن يكون حتى هو قلق يشوف شو النتيجة. صحيح، بس حتى هذه الرسومات وهذه الألوان تكون بطريقة أن تلهيه، بطريقة أن تخليه يقراها أكثر أو يركز فيها أكثر، فيبدأ التركيز عن الأشياء الثانية. جميل. آخر شيء تطلع لي النتيجة بتركز على الكلمات اللي قالها، وشو الكلمات اللي كررها، شو الكلمات الإيجابية وشو الكلمات السلبية، وشو الكلمات كذلك اللي يركز عليها الشخص، إضافة إلى نبرة الصوت. نبرة الصوت شو كان فيها، تفسيرها بالشكل يعني مثل ما نقول التفصيلي، سواء فيها نبرة غضب، نبرة حزن، نبرة خوف، نبرة عادية، كاملة تتفسر بهذه الطريقة. وآخر شيء يطلع لي من ناحية التفسير النهائي لهذه يعني التسجيل مع نبرة الصوت.
شكرا جزيلا دكتورتنا عايشة على التوضيح. بس خلينا نقول بعد ما الشخص يعني سجل صوته وقام بهالأشياء وشاف هالكاريكاتيرات أو الرسومات هذه واستانس فيها، خلينا نقول هل التطبيق نفسه يقدم أي توصيات أو توجيهات معينة، خاصة إذا المريض كان عنده نتيجة خلينا نقول مش يعني إيجابية؟ من ناحية التطبيق الشقالين إن شاء الله عليه كذلك أن يعطي مثل التوضيحات النصائح وليس العلاج، النصائح يعني أن يتواصل مع طبيب. فرضا إذا قلنا كان يعني مثل أعراض جدا بسيطة ينصحه أن كيف يعني مثل الأشياء الثانية اللي بتساعده أن يعني يغير من هذا الشعور نفسه. فرضا إذا طلع عنده لا، فرضا نقول اكتئاب بطريقة متوسطة أو بطريقة بسيطة أن يتواصل مع طبيب أو يتواصل مع الطبيب أساس الإجراءات الأخرى إذا احتاج علاج فيها أو احتاج أن أشياء ثانية غير العلاجات بحيث يستخدمها في هذه الناحية. دكتورتنا كلمة أخيرة. بداية نشكركم على الاستضافة. النقطة الثانية ندعوكم لحضور الابتكارات اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة في دبي ومنها المايند سباير، عشان تكون في تجارب كذلك يعني أن الواحد يشوف كيف طريقة تطبيقه، ومن ناحيته في نفس اللحظة إن شاء الله خلال دقائق تطلع لكم النتيجة وأنتم مجربين إن شاء الله. شكرا دكتورة عائشة، ونتمنى للجميع المستمعين أحلى صحة وأحسن صحة في صحتكم البدنية والنفسية. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله من بعد الفاصل. صحة وسعادة، برنامجكم الصباحي برنامج صحة وسعادة رجع لكم مرة ثانية. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع أحلى إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم على الأرقام التالية: أرقام الهاتف 600551414، وأيضا على الرسائل النصية 4006. في آخر فقرة لليوم بنتكلم شوية أو بنتكلم في التفاصيل اللي لها علاقة بخدمات الرعاية الصحية اللي تقدمها لكم هيئة الصحة في دبي. وتحرص هيئة الصحة بدبي بشكل مستمر على توفير كافة وأحدث الخدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى وفقا لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية. ومن العيادات المتميزة اللي وفرتها هيئة الصحة في دبي للمراجعين وللمرضى وخاصة في المراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي عيادة الصداع التي تم تجهيزها بنخبة من الكوادر الطبية المتميزة. ففي عيادة متخصصة وعيادة لها علاقة بالصداع فقط. فالحديث أكثر والتعرف أكثر على هاي العيادة وخدماتها حابين نستضيف اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة عليا وليد السقال، طبيب اختصاصي بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. دكتورة عليا وليد صباح الخير. صباح الورد، يا هلا اهلا وسهلا فيكي وبإذاعة نور دبي وبكل المستمعين الاعزاء. دكتورتنا عليا، نحن حابين اليوم بما ان اول يوم في الاسبوع نسالكم ونسال الجميع شخبارك دكتورتنا اليوم؟ والله الحمد لله بخير وبألف صحه ومبسوطه اني عم بحكي معكم. اكيد
الله يخليك دكتورتنا. دكتورتنا أنا أدري يمكن هذا الموضوع مزعج أو حتى الصداع يكون مزعج، منو ما ياله مثلا صداع، وطبعا الله يبعد عنا وعن الجميع الشر، بس يعني طبعا الصداع يمكن يكون متعب مرهق. فدكتورتنا لو تكلمينا شوية أكثر عن الخدمات واللي تقدمها الهيئة، وخاصة بعيادة الصداع طبعا. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك، الصداع هو عرض شائع يعني عند الناس، لكنه أحيانا فعلا بيتحول لحالة مزعجة وممكن تعيق المريض عن ممارسة نشاطاته اليومية أو أن يروح على شغله أو يروح على دراسته. لذلك هي كانت خدمة صراحة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، يعني بدأت في هيئة صحة دبي بالتعاون مع قسم الأعصاب بمستشفى راشد. الخدمة بدأت من عدة سنوات، يعني تقريبا من نهاية عام 2017 بدأت هاي الخدمة كعيادة مستقلة للصداع واستقبال جميع حالات اللي يعني الصداع يلي محولة إلى المراكز الصحية الأولية. جميل. فهي يعني بشكل عام المراكز الرعاية الصحية الأولية توفر هذه الخدمة، فممكن حد يستفسر شو يعني صداع أو شو نوع الخدمة بشكل عام اللي أنواع الصداع اللي تعالجها العيادة أو تستقبلها العيادة. أكيد. هي العيادة أكثر الحالات اللي تتردد عليها هي حالات الصداع اللي نحن نقوله الصداع الأولي. شو قصدنا بالصداع الأولي؟ يعني الصداع يلي ما في له سبب عضوي لا سمح الله، يعني مش شغلة مرضية بالجسم، ولكنه هو صداع أولي بمعنى أنه ما في سبب له، مثل الصداع التوتري، يعني الصداع الناجم عن الإجهاد والستريس، صداع الشقيقة أو المايجرين، وهو من يعني أكثر الحالات اللي تتردد على عيادة الصداع. في يعني شيء اسمه الصداع العنقودي، وهو كمان أحد أنواع الصداع الشديد واللي ما له سبب عضوي. في طبعا شيء اسمه الصداع الثانوي أو لا سمح الله، هذا الصداع ناجم عن أسباب ثانية، مثل لا سمح الله إصابات في الرأس، ضغوط في الرأس، أورام بالرأس، أي سبب في كثير أمراض عضوية بتعمل صداع، هذا هو الصداع الثانوي. طبعا دورنا نحن بهالمرحلة هو تحويل المريض الصداع الثانوي عشان نعالج المرض الأساسي اللي هو مسبب الصداع. عيادة الصداع بتركز على علاج الصداع الأولي عن طريق تقديم الأدوية. طبعا هو الصداع الواحد بيفكر أنه خلص ياخد حبة مسكن وبس، لا، هو أكيد الصداع علاجه هو أعقد من هيك شوي، لأنه في شيء اسمه الأدوية الوقائية، يعني أدوية مريض بياخدها كل يوم سواء عنده صداع أو لا، مشان يوقي نفسه من تكرر هجمات الصداع اللي عم تأثر عليه على حياته وعلى شغله وعلى يعني الإنتاجية تبعه بشكل عام. نعم دكتورتنا، لأن في معظم خلنا نقول المستمعين أو حتى بين الناس نفسها دائما يستفسرون هل في طريقة معينة أتفادى يني الصداع، أو أنا الصداع يجي عندي متكرر مثلا أو إلى آخره. فالتشخيص مهم، وأيضا إيجاد حلول بشكل عام، إذا في طريقة معينة لتفادي الصداع من خلال أدوية وعقاقير معينة. دكتورتنا كيف نعم تفضلي، كيف ممكن الاستفادة من الخدمة، وهل في طريقة معينة يتوجه مثلا يتوجهون ال خلينا نقول المستمعين إلى عيادة معينة، أو المريض إلى عيادة معينة، أو كيف يكون هل موعد مسبق؟ هي عيادة تعتمد على نظام المواعيد المسبقة. يعني هي حاليا موجودة العيادة بمركز البرشاء الصحي ومركز نبض الحمل الصحي. يعني مركز البرشاء الصحي هو مركز رئيسي بالمنطقة الصحية الثانية، ومركز نبض الحمل الصحي هو كمان مركز رئيسي بالمنطقة الصحية الأولى. فجميع المراكز بالمنطقة الصحية الأولى والثانية بيراجعها المرضى لعيادة مثلا طبيب الأسرة. طبيب الأسرة بأي مركز من مراكز الصحية المنتشرة بمدينة دبي، لما يلاقي هذا المريض فعلا عم يجي نوبات متكررة من الصداع، صار له مثلا شهر شهرين ثلاث شهور، لازم يعني ينتقل لمرحلة ثانية متخصصة، فبيقوم بتحويل هذول المرضى لعيادة الصداع سواء بعيادة البرشة أو بعيادة نبض الحمر. فالمريض لما بتجي لما بينعمل له تحويله فبياخذ موعد مسبق، وبيراجع سواء مركز البرشاء الصحي أو مركز نبض الحمر الصحي من أجل متابعة حالته الصحية.
جميل دكتورتنا، وكيف أو خلنا نستكشف أكثر في هذه العيادات المتخصصة، عيادات الرعاية الصحية الأولية في المناطق سواء كانت البرشة وند الحمر، شو أو كيف مدى التعاون بين الأطباء في هذه العيادات والأطباء الاستشاريين بمختلف مستشفيات الهيئة، خاصة نحن تكلمنا شوية أن في مثلا المريض يأخذ موعد مسبق، فأكيد في طرق تعاون أو سبل تعاون من بين الاختصاصات ككل. أكيد هي العيادة صراحة لما فتحت تقريبا 2017 هي بدأت بتعاون مباشر مع قسم الأعصاب بمستشفى راشد، يعني كان طبيب الأعصاب بمستشفى راشد يزور مركز البرشة الصحي ومركز ند الصحي ند الحمر الصحي بالإضافة لطبيب الأسرة، فكانوا هن المسؤولين عن مرضى الصداع. تم تدريب فريق من أطباء الأسرة بمركز البرشة الصحي ومركز ند الحمر الصحي، وهلأ هن حالياً مسؤولين عن تنسيق ومعالجة الحالات لوحدهم. طبعاً التواصل مستمر مع الاستشاريين بعيادة بمستشفى راشد أطباء الأعصاب، لأنه تعرفي مثل ما قلت لك أحياناً في صداع ثانوي بحاجة أنه نحن نعمل مثلاً لا سمح الله MRI رنين مغناطيسي أو طبقي محوري لنستبعد أسباب ثانوية لهذا الصداع، فبيكون في تواصل وتنسيق بيننا وبين أطباء مستشفى راشد. ممكن كمان المريض المايجرين أو الشقيقة نحن عالجنا معالجة وقائية بالأدوية، بس وصلنا لمرحلة بحاجة ليأخذ إبر مضرة ويلا شوي، هي عبارة عن إبر حقن شهرية مثلا بمرحلة ثانية من العلاج، كمان هذا بتواصل مع أطباء مستشفى راشد من أجل تقديم الخدمة الأمثل للمريض. طبعا في أطباء ثانيين نحن بنتواصل معهم هنا بالمستشفيات، لأنه أحيانا أسباب صداع تكون ناجمة عن التهاب الجيوب، فلازم المريض ينفحص من طبيب الأذن والأنف الفنجرة، لازم أحيانا نشك في نقص مثلا أو ضعف القدرة البصرية، مشاكل بالعين، فلازم كمان طبيب العيون يكون نحن على خط، يعني في خط بيننا وبينه. لذلك هنا مثل ما قلنا فريق وعيادة الصداع متواصل وبشكل تعاون قائم مع كل الأطباء الاستشاريين بمختلف مستشفيات الهيئة. جميل جدا دكتورتنا هذا التعاون، وبما أنه يعني هيئة الصحة دائما تكون الرائدة في المجالات والاختصاصات وبتقديمها أهم الاختصاصات، يعني نادر ما نشوف مثلا اختصاص مثل كاختصاص الصداع أو عيادة مخصصة كاملة للصداع، وطبعا لها تعاونات مع جميع الاختصاصات اللي لها علاقة بالصداع. ففي الغالب نفس ما أنت دكتورتنا حدثتينا في البداية أن ممكن الصداع يكون ثانوي، فالمريض أو اللي يصيب الصداع ما يعرف إذا هذا ثانوي أو إلى آخره، فمدى سبل التعاون هذه والاختصاصات اللي موجودة والجهود الجبارة التي تبذل في هيئة الصحة في دبي جميلة جدا. دكتورتنا بما أن نحن بداية الأسبوع وعندنا أسبوع إن شاء الله جميل والأجواء جميلة اليوم الصبح، دكتورتنا كيف ممكن شوية بس يعني عشان قبل ما نختم هذه الفقرة، بس لو تخبرينا شوية دكتورتنا شو ممكن يكون أسباب الصداع عشان نتفاداها ويكون عندنا يمكن الوقاية منها في خلال هالأسبوع والأسابيع القادمة بإذن الله. أكيد أكيد إن شاء الله. هو على فكرة يعني جزء مهم من الاستشارة الطبية عنا عيادة الصداع هي موضوع التثقيف الصحي واللايف ستايل اللي بنشرحها للمريض عشان يعمل وقاية من الصداع، هذا جزء رئيسي مثله مثل الدواء. يعني نحن بنقول للمريض 50% العلاج هو دوائي و 50% هو تعديل نمط الحياة. طبعا أسباب الصداع الأولية مثل ما قلنا هي الصداع النصفي الشقيقة، ما لها سبب معين، ممكن يكون أسباب وراثية، عادة بتكون أكثر بعائلات، يعني مثلا تقي عند الأم موجودة عند الأعمام، فبتكون يعني بالعيلة موجودة، لحد الآن ما في أسباب معروفة إلها للأسف، يعني بتظهر عند الشخص بيكون هو مثلا بعمر المراهقة، حتى هلأ ممكن نلاقيها بعمر الأطفال، يعني هي بكل الأعمار موجودة وبتصيب النساء أكثر من الرجال تقريبا 3 أضعاف، بتجي على شكل نوبات احيانا بس الم بالنصف، لكن ممكن نلاقيها بطرفي الرأس مع ترجيع مع حساسيه من الضوء، يعني اعراضها شوي صعبه.
في عنا صداع التوتر يلي هو أشياء أنواع الصداع صراحة، وأكثر الناس بتعاني يعني معظم يعني الناس ممكن يمروا بفترة من حياتهم عانوا منه. لكن إحنا صداع التوتر لما يصير مزمن يعني يستمر مثلا أكثر من أسبوع أو أكثر من أسبوعين بالشهر، لازم المريض يراجع عيادة الصداع. هذا الصداع ناجم ما في له سبب عضوي، لكنه ناجم عن قلق، عن ضغوطات الحياتية، بصير في تشنج بعضلات الرقبة والرأس، فبصير المريض بحس بالألم لما بيكون بستريس معينة أو بتعب أو جهد معين. في عنا نوع ثالث هو الصداع العنقودي، هو أقل شيوعا وهو كمان ما له أي سبب، هو بيجي ألم حاد بالعين مع احمرار وتدميع، وبصير في المريض أنه يعني جدا مو قادر يتحمل نوبة الصداع. هدول الأسباب الأولية، الوقاية، ممكن الوقاية منها عن طريق شغلات بسيطة ممكن نحن نساويها بحياتنا اليومية ونحن نخفف تكرر هجمات الصداع. يعني أهم شيء خاصة لما يصير بقى يبلش الحر، الاهتمام الأكثر من السوائل وشرب المي. شرب المي جدا ضروري، نحن بنقول له للمرضى لازم يعني من 2 ل 3 لتر باليوم شرب المي. هذا شيء يعني بيكون أهم من الدواء، يعني مثله مثل أهمية أو إذا فينا نقول بنفس أهمية الدواء شرب المي بشكل يومي بكمية كبيرة والسوائل بشكل عام. الشغلة المهمة الثانية نمط النوم، يعني لازم يكون في وقت مخصص للنوم، وقت نظامي، يكون نوم هادئ يعني بعيد عن ضجة، بعيد عن الموبايل والتشتت بالذهن. خلص يصفي المريض الضوء ويحاول ينام 7 ل 8 ساعات في اليوم بشكل منتظم، يبعد عن مثل ما قلنا كل المنبهات الخارجية، السكرينز، الشاشات كلها، ويطلعها من الغرفة. هذا كثير مهم، لأنه يعني نادرا الناس اللي بيناموا مرتاحين بيكون عندهم صداع. عادة دائما بيجي لما بيكون قليل نومه أو نام يعني ما قدر ينام مظبوط أو هيك. الشغلة المهمة أنه الطعام، هلا في ناس معي في مثلا مرض الشقيقة، في ناس تعرف حالة أنه إذا أكلت مثلا موز بيصير عندها الشقيقة، ففي أطعمة معينة ممكن تلعب دور بالتريجر أو بي يعني تحفيز هالنوبة. لذلك المريض ننصحه ونقول له ممكن تبعد عن الشوكولا، عن بعض الأجبان خاصة الأجبان القديمة الفرنسية، في مثل ما قلت لك بعض المرضى في عندهم الموز، من الأفوكادو، من زبدة فول السوداني، الأطعمة المخللة أو المحفوظة، الشرابات مثلا العصائر اللي فيها سكر كثير يلي هي عصائر مو طبيعية وفيها محلات بالسكر كثير، هي تعتبر من المحفزات لنوبة الشقيقة. يعني الواحد لما يعمل حسابه ويبعد عن الأكلات اللي ممكن تعمل له شقيقة أو صداع، فممكن يدوق. كمان شغلة مهمة بحدوث الصداع هو أنه نحن مثلا أسقطنا وجبة طعام يومية، يعني أنا ما فطرت أو ما تغذيت أو ما تعشيت لأي سبب من الأسباب، حسيت بالجوع وبلش عندي نوبة صداع. نحن كثير بننصح أنه يكون في 3 وجبات رئيسية وبيناتهم 3 سناكات. طبعا الوجبات تكون ضمن الشروط اللي ما فيها يعني دسم كثير ولا الكربوهيدرات تكون كثير، لكن المهم انه ما يكون المريض جوعان او ما يكون هو عمل سكيب لميل باليوم، يعني ما اسقط وجبه صحيه. الابتعاد عن الستريس، طبعا الابتعاد عن الستريس يعني قدر الامكان واحد يدور على الشغلات يلي تعمل ريليز للستريس، ممكن يطلع يتمشى على البحر، ممكن اللي بيقول لك المشي بالهواء الطلق بيعمل شوية استرخاء، ممكن يخفف على صداع التوتري أو حتى صداع المايجرين. يعني هدول القصص جدا مهمين. تجنب كمان تعرض لمثلا أشعة الشمس المباشرة، لأنه كمان الشمس من التريجرز أو العوامل المحفزة لحدوث نوبات الصداع. لذلك هدول الشغلات سلك هن مهمين بقدر أهمية العلاج الدوائي. يعني مريض عم ياخذ دواء ما عم يلتزم فيهم، صعب كتير يوصل للكنترول للصداع عنده. فجزء من العلاج هو موضوع التثقيف الصحي بما يخص الوقاية من الصداع. نعم دكتورتنا، فطبعا الدواء العلاجي لازم يكون معاه مكمل حياة صحية أو حياة يومية صحية، سواء كان من الغذاء نفس ما أنت تفضلتي، في أنواع معينة من الأغذية ممكن تسبب الصداع أو تريجر، نحن نفس ما نسميه تريجر أو مسبب للصداع اللي فئات معينة خاصة اللي عندهم الشقيقة نفس ما ذكرتيها، النوم، الضغط، الاسترس اللي في الحياة، أو حتى شرب يعني الرياضة مثل ما قلت لك، يعني كل هاي الهيلثي لايف ستايل أصلاً للشخص العادي لازم يكون عم يعملها، فهنا بحاجة منا يعني أكثر مننا، أكثر من الشخص الطبيعي يكونوا بحاجة أكثر إنه يمارسوا هاي الهيلثي لايف ستايل.
طيب نعم، فهو وطبعا الحين الأجواء الحمد لله دكتورة جميلة، ممكن الناس تاخذ نفس، إذا في استرس أو ضغط ممكن يطلعون برا شوية مثلا، ياخذون هذه المشية، منها أن يستفيدون مو من أشعة الشمس المباشرة طبعا، بس يعني من الفيتامين د اللي تعطينا إياها الشمس، وأيضا من الهواء الطلق. دكتورتنا شو عن التدخين؟ ممكن يعني سؤال دائما، هل التدخين له علاقة بالصداع أو التدخين المستمر أو بنسبة كبيرة؟ يعني نحن عادة ننصح مرضانا أنه قدر للمدخنين أنه قدر الإمكان يخففوا التدخين، لأنه هو ممكن يكون عامل بصداع التوتري، لأنه أحيانا هو المدخن يفكر حاله أنه إذا هو دخن حيخفف الستريس وبالتالي حيخفف الصداع، وللأسف يكون التدخين بيعطي نوع من الستريس الزيادة، فبصير عنده بالعكس الصداع شديد. طبعا التدخين شغلة مهمة ولازم نحن نحاول، طبعا كل مريض لما ناخذ القصة المرضية نسأله عن التدخين وكم مرة بيدخن باليوم، ونحاول نحن وياه نوصل لخطة معينة للإقلاع عن التدخين. نعم دكتورتنا، دكتورتنا ممكن تخبرين أحدث ما يذكر في الوثائق أو في الأبحاث العلمية من ناحية الصداع؟ هلا نحن الحمد لله توفرت عنا الأدوية الحديثة يلي كنت عم بحكي لك عنها، يلي هي بتعمل وقاية من نوبات الشقيقة، هي الإبر تعطى شهريا، يعني تعطى إبر شهريا تحت الجلد للمريض، مثلا ممكن ياخذ المريض كورس مثلا 3 شهور 6 شهور او حتى 9 شهور. هي تعتبر العلاجات الحديثة بصراحة والغالية كمان، فهي من الشغلات يلي دخلت هلا جديد وفعلا احدثت فرق نوعي باستجابه المريض لتخفيف نوبات الشقيقه، لانه مثل ما قلت لك هو العلاج نوعين، علاج حاد يعني علاج بس بيعتمد على المسكن، وعلاج وقائي. العلاج الوقائي في يعني قائمه طويله من الادويه، منها هلا حديثا ظهرت هي الابر، والحمد لله هي متوفره بهيئه الصحه بدبي والمريض بيقدر يحصل عليها، ولاحظنا فرق ملموس بالمرضى يلي بيعانوا من الشقيقة لما بلشوا ياخذوا كورسات من هاي الإبر. دكتورتنا كلمة أخيرة. والله أنا أول شيء بدي أتشكركم أنه أنتم سلطتوا الضوء على عيادة الصداع، لأنه مثل ما حكيت هي يعني خدمة مميزة، خدمة يعني مختصة يعني بعنوان هو صحيح، ممكن الإنسان يقول يعني إنه صداع، بس لكنه فعلا هو الشغلة مؤثرة كثير على إنتاجية الشخص. إحنا بيهمنا المريض دائما يكون هيلثي، دائما يكون قادر يروح على شغله، دائما يكون مع عائلته يعني مرتاح. لذلك بتمنى إنه يعني إنه طبيب يعني أي مريض بيحس بالصداع يراجع طبيب الأسرة بالمركز الأقرب له. طبيب الأسرة طبعا رح يعمل ياخذ قصة مرضية ويحاول يبحث المريض، وفي حال لقى إنه لازم هذا المريض لا يتحول لعيادة الصداع لأنه لازم يبلش علاج وقائي، لازم ياخذ أدوية شوي، يعني لازم الطبيب المتخصص يكتبها، فبيقوم الطبيب بتحويله. لذلك ما يتردد أبدا. على فكرة معظم بيقولوا لك هو أشياء أنواع صداع مثل ما قلت لك، هو صداع التوتر، لكن بالدراسات أقل ناس بيراجعوا الطبيب هنا اللي بيصير عنده صداع توتري، لأنه دائما المريض بيحاول يلاقي حلول من عنده، فبيصير في ياخذ مسكنات كثير، وكمان هذا الشيء مبني لانه في صداع ثاني اسمه صداع ناجم عن تناول مسكنات، يعني المريض اللي عم ياخذ مسكنات كثير بالعكس بصير عنده بقى صداع ثاني بدنا نرجع نعالجه. لذلك ما يعني يلجأ المريض للخدمه الصحيه، معلش المراكز متوفره والاطباء متوفرين والخدمه عم تقدم بكل جوده وبكل حرفيه، ومثل ما قلت لك الادويه متوفره، وان شاء الله بيكون يعني الموضوع كنترول بقدر الامكان إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر دكتورة علي وليد السقال، طبيب اختصاصي بقطاع الرعاية الصحة الأولية بهيئة الصحة في دبي، على تسليط الضوء وعلى خدمات عيادة الصداع عندنا في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك وشكرا كثير لكم، والله يعطيكم العافية. في نهاية حلقتنا اليوم حابة أشكر الجميع على استماعكم وعلى متابعتكم لبرنامجكم الصحي المتميز، برنامج الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. وحابة من طرفي أنا
أشكر الجميع من الإعداد في هيئة الصحة في دبي، من التنسيق معانا أختنا ميرا الغفلة اللي كانت معانا في الحلقة، ومع مخرجنا المتميز والخلاص. معاكم كانت متحدثتكم دكتورة سارة الدلال، ونراكم على خير بإذن الله غدا في حلقة أخرى. صحة وسعادة